دكتور نادر قري، اليوم لما يشاهدوا فينا اليوم ممكن انهم ابنائهم يعانوا من سكري اول ولا سكري ثاني، اوكي؟ وشنو هي الاغذيه اللي لازم ندخلوها حتما في نظامهم الغذائي وركزوا عليها اكثر؟ بيان سور، الالياف هما هي كما شاك فوا نبقى نعاود لكم 50% من الوجبه تاعي لازم تكون الياف، اوكي؟ لي فيبر داكور. فواش نلقاوهم؟ نلقاوهم في الخضروات النيه، مسكرفجه ما نغليهاش ولا نفورها ونقول راني راح ناكل الياف. نو، الالياف يموتوا كي نغليو بزاف، لازم تكون شويه الدونتي كيما نقولوا. فوالا داكور. دونك من الاحسن باش ما نشكش ناكلهم خضره. اوكي. النشويات اللي الاندكس غليسيميك تاعهم هابط، يطابيو في جوجل يلقاو كاين ليستا تاع النشويات كيما البطاطا، كيما تكونش مقليه راهي مليحه، الحبوب، البقوليات هما اساسيين، فيهم بروتينات، فيهم الياف، فيهم نشويات، فيهم حتى املاح معدنيه اللي يسحقها الانسان باش يكافح مقاومه الانسولين. مثال برك. واضح. الكروم، لو كويفغ، هذوما كاع نسحقوهم. ممتاز، ممتاز جدا. الفاكهه والبروتينات، كي ناكل بقوليات عندي تسمى بروتينات نباتيه، نقدر نقص الحيوانيه، مي كيما ناكل نشويات الاخرين، ناكل في الوجبه هذيك بروتينات حيوانيه. لاشتا زوج حبات بيض، طرف ستاك، شويه اسكالوب، ماشي دائما نفس الشيء. كاين ناس بزاف يحبوا يشيانو ياكلوا غير الاسكالوب، الاسكالوب، الاسكالوب. ما تنساوش باللي ثاني الدجاج رانا نداويوه. صح. كي تربى راح يعدي روحه بالامراض، دونك ام يعطوا له دواء. ما تنساوش بلي ما لازمش نكثروه. سي فغي. على خاطرش راح ياثر علينا. هي اخطاء غذائيه نرتكبوها ممكن تسبب لنا مشاكل، لازم الانسان يراجع نفسه من هذا الجانب. ونكمل بالفاكهه دائما. مهمه جدا. ونشرب الماء. الماء هو كلش في القران. اكيد. وجعلنا من الماء كل شيء حي.